اتكلمنا عن الجنة كتير، ووصفنا الجنة، واشترينا بيت في الجنة، وسمعنا وقرأنا في كتاب الله عز وجل عن النار وعن عذاب أهل النار. لكن في سؤال، هو في طعام لأهل النار؟ هو ده السؤال اللي هنجاوب عليه كلنا النهاردة مع بعض، طعام أهل النار. قال الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى أول حاجة ليس لهم طعام إلا من ضريع. إيه هو الضريع؟ نوع من الشوك لا تأكله الدواب أي البهائم لخباثته. تخيل شدة العذاب ده، أن يأكلون نوع من الشوك لا تأكله الدواب لخباثته. وقال الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما وطعاما ذا غصة، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هو شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. سلم يا رب. وقال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. ووصف الله عز وجل شجرة الزقوم فقال: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. والشوب هو الخلط أو المزج الذي يخلط به الزقوم المتناهي في القذارة والمرارة وبين الحميم المتناهي في اللهب والحرارة. انت متخيل العذاب؟ انا عايزك تعيش معايا بقلبك مش بودانك بس، انا عايزك تتخيل المنظر. فعن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، تخيل نقطة قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، لا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه هو الزقوم؟ أنت متخيل؟ وعيش دي عيش معايا بقلبك. أنت متخيل قطرة لو نزلت على الأرض هتفسد على الناس معايشهم، فتخيل انت ده اللي بياكلها وبيشربها هيبقى حاله ايه؟ قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين. يا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغسلين الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم، ده طعام اهل النار. طب انت ذكرت كم حاجة، اهل النار بيأكلوا ايه ولا ايه؟ فالتوفيق ما بين ها هنا وها هنا، بين قوله الا من ضريع وقوله من زقوم وقوله ما يكون في بطونهم الا النار، انه يجوز ان يكون طعامهم جميع كل ذلك، او ان العذاب انواع، فالمعذبين طبقات، فمنهم من يأكل الضريع ومنهم أكلت الزقوم ومنهم أكلت النار، لكل منهم جزء مقسوم. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار ومن طعام أهل النار ومن زقوم النار ومن ضريع النار، ورزقنا الله وإياكم الجنة بلا حساب
ولا سابقة عذاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.